كنحتفلوا بعرس واحد الكوب اللي حاضر معنا، وكنا جد سعداء اننا نضموا لهم هذا العرس ونشاركوا معهم الفرحه من الالف الى الياء كما نقول. عشنا معهم كاع اللحظات والحمد لله. اليوم يوم 24 هي الليله الاسطوريه ديالهم، ليله الزفاف اللي اي واحد فينا كيحلم بها. حنا كغروب الحمد لله خدينا هدف نهار الاول اننا نديروا هذا العرس ودرناه في ارض الواقع، بعد ما كان غير في المواقع كنا غير الناس مجموعين في فيسبوك. صدقنا اننا قدرنا نكونوا مجموعه وناس اللي هما زوينين، والحمد لله راه كيف ما كتشوفوا اليوم غتشوفوا معنا الاجواء الجميله. شكرا على هذه المبادره الرائعه اللي انبثقت من شباب من 100% شباب تحت عنوان اكادير نمبر 1. كنتمنى لهم كل التوفيق وتنشكرهم على هذه المبادره الا وهي العرس الخيري اللي دار لهذا الكوبل، وسعيده ولي الشرف انهم استدعوني في هذا العرس وانني نقدر نضفي لمسه فرح على قلوب هاد الناس ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجواء رائعه. كنشكر بعض هاد الناس اللي ساعدونا وساونا، كنشكر الجروب نمبر 1 اكادير، وكنشكر واحد الخصوص مريم جوهري اللي ساعدتني بزاف بزاف من نهار البدايه فاش كتبت النهار النهايه. هذا ما كناش كاع نتوقعوا هذا العرس هذا كاع يوقع بحال هكا، والحمد لله. تنشكر بعض هاد الناس اللي ساعدتنا بزاف 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 بزاف، ما كناش كاع متوقعينه. جات واحد السيده هي اللي قالت لنا ودي طرحت علينا هاد العرس هذا، صافي الحمد لله تقبلناه وقلنا الحمد لله باش نديروا العرس، حيت حنا حاله ضعيفه كما تيقولوا. كنشكر بعدا الجروب وكنشكر الناس اللي ساعدوني والناس اللي جاوا، مرحبا بهم. وكنتمنى الناس اللي مازال ما تزوجوش حتى هما علاش لا يتزوجوا. الحمد لله الاجواء ديال العرس خيري ديال اللي منظمه اكادير نمبر 1 غادي في احسن ما يرام، وكنشكروا جميع الناس اللي حضروا معنا وثقوا فينا اليوم، وكنشكروا اعضاء ديال اكادير نمبر 1، وكنشكروا الحارس ديال حسنيه اكادير عبد الرحمن الحواصلي اللي جا شرفنا بالحضور ديالو، ورغم ان السفر ديالو في هذا المساء ان شاء الله. وكنشكر جميع الفنانه ديالنا اللي احمد بادوش والاخوان ديالو كاملين اللي جاوا معاه، كنشكرهم كاملين. وتنحيوا هذه الفضيله اللي كاينه اليوم بالمشاركه مع هذه الجمعيه هذه اللي تيديروا هذا العمل الخيري. هي بادره طيبه، وحنا كمدير هذه القاعه هذه تنتمناو يكون هذا الحفل يجوز في احسن ما يرام، وتنتمناو العرسان حياه طيبه. وحنا من جهتنا كذا حنا ابوابنا مفتوحه بحال هذه البديلات، وكل شيء عرفنا يعني حنا ترحبوا بحال هذه البديلات، واي وقت كاين مرحبا اي شي حاجه بحال هكذا حنا تنشجعوها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.